ماما تعالي تعالي، طب من يعرف؟ طلع لي منا. نفس الشيء نفس الشيء. طب انا اسمعني يا صلاح. ميرنا، ارتفع منا الصوت. عمي بس، لماذا سميت الغابة المتحجرة بهذا الاسم يا ميرنا؟ لأن بها نباتات حجرية بعضها ملون. برافو عليكي، لأن بها نباتات حجرية بعضها ملون. بها نباتات حجرية بعضها ملون. ممتاز. طب معنى العجيب، يلا يا مروان، معنى كلمة العجيب. العجيب أريج افتح غريب الكاميرا يا أريج. غريب جابر السلام عليكم. العجيب الغريب، برافو عليك، شاطر يا مروان. الغريب. طيب يامن، محمية، يعني ايه كلمة محمية؟ صلاح وأريج نفتح الكاميرا. طيب مريم محمود، مريم يا محمود ميمس. يعني ايه محمية؟ ذكر حماية الحيوانات. منطقة لحماية الحيوانات والنباتات. منطقة. ألو، دلوقتي سمعت يعني. كان عندك مشكلة؟ أيوة. طيب قولي بقى السؤال اللي بعد. معنى كلمة الغرض. أنا لسه داخل يا ميس. السلام عليكم فيصل. فيصل نعم، اهلا وسهلا بيك يا حبيبي، الغرض احنا لسه يعتبر بادئين. يا ميس، يعني ايه الغرض؟ ايوه يعني ايه، انا ما بسألك يعني ايه كلمة الغرض، هل على فكرة تعرفها؟ أنا فاكرة، أنا مش في فاهم ناس يمكن الكلمة، ما تتقبل. أنا فاكرها كنت عارفة. طب هو مش فيه، احنا مش متفقين ان في صديقنا بيجاوب، ممكن نديله ممكن فرصة. تفهمهولي ايه هي يا مس، عشان ادور وعليكم المعنى السلام بتاعتها في ورحمة الله القطعة. وبركاته. هي في القطعة؟ لا هي مش موجودة في القطعة. يبقى مش عارف. مش هتعرف؟ طيب الغرض يعني الهدف. الغرض يا حبايب قلبي معناها الهدف. كنت ممكن كل عارفاه. اللي قافلين الكاميرا يفتحوا الكاميرا، وممكن الصوت ما يتفتحش إلا اللي بيسمع اسمه بس اللي يجاوب، غير كده بعد إذنكم محدش يفتح الصوت. مفرد أشجار، يلا يا صلاح. ها مفرد أشجار إيه؟ شغل برافو عليك، شجرة. أو شجرة، لأن شجر يعتبر من الجمع برضه. طب فيصل، نباتات مفردها إيه؟ نبات نبات. نبات، برافو عليك، نبات. ممتاز. جويرية أهلا وسهلا. ازيك يا مس؟ فارس وآسر، ممكن نفتح الكاميرا؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. أريج، مضاد التالي يا أريج. مضاد يعني عكس كلمة التالي. ها التالي السابق برافو عليكي، الصابق، مثل كده. شطور. الكلمة دي ما كانتش عندنا في الكتاب. القديمة، في عندنا مريم محمود تانية اللي لابسة يعني لبني. افتحي كده الصوت يا مريم. أيوة يس، القديمة مضادها إيه يا مريم؟ الجديدة الجديدة، برافو عليكي. مثل ما كمان لبس لبن. مش دي اسمها مش مريم محمد؟ مش محمد. ماشي، معلش ما خدتش بالي، مريم محمد. طب مريم افتح الكاميرا يا مريم. مريم ولاء افتح الكاميرا، يلا يا مريم ولاء. مضاد كبيرة ايه؟ صغيرة. 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 مش مش مثل بتشتغل في محلات. مش
مش انا اللي حليت يا مس. طب مين؟ انا بعد اذنكم ما حدش يفتح الصوت الا اللي بيسمع اسمه بس. يلا يا مريم ولاء، وكل اللي فاتح الكاميرا هو اللي هيشارك، اللي قافل الكاميرا انا مش هسأله. مريم وايباد وفارس نفتح الكاميرا. مريم محمد افتح الكاميرا. مريم ولاء استخرج من القطعة يا مريم كلمة بها تنوين، أيا كان التنوين فتحة أو ضمة أو كسر. تمام. وبسرعة يا مريومة. ثانية. مس أشغال. أشجار، برافو عليك، فيها تنوين كسر. آسر، يلا يا آسر. لام قمرية يا آسر، كلمة بيها لام قمرية. جويرية افتح الكاميرا. نعم. القمر، في هنا قمر في القطعة؟ ما فيش قمر. في القطعة. في القطعة، ركز يا سوسة. القاهرة. القاهرة، ماشي، برافو عليك. طيب اللي بعدها كلمة فيها، كلمة فيها شدة يا يوسف، كلمة مشددة يا يوسف. يلا يا يوسف، كلمة مشددة. يوسف، أيوة. صلاح الكاميرا يا صلاح. ايه؟ ايه يا يوسف، زي ما انت فكر كده في كلمة عليها شدة. اليوم، كلمة عليها شدة. التالي. التالي، برافو عليك. هو بس هي ايه التالي؟ هي التالي، برافو عليك. طب مد بالألف. مد بالألف يا شطار. يلا يا أريج، عايزة أكلمها بيها مد بالألف. الغابة. صلاح نفتح الكاميرا. الغابة، أحسنت، شطورة. صباح. طيب يا شطار، يلا يا شام، اللي بعده يا شام. نشيد الأرض. أكمل النشيد شعارا تنوعت يؤوينا يثري. هاي أكملي يلا يا شام النشيد كله. يا كوكب الأرض الذي يؤوينا. ممتازة، يؤوينا. هاي اللي بعدها. فرفع شعارا للسلام. شعارا، أحسنتي، شعارا للسلام. فأنه، فأنه يثري العقول بينها يعدينا. برافو عليكي، يثري. اللي بعدها آخر واحدة بقى. وتنوعت. ممتاز، تنوعت. تلك اللغات تنوعت. ممتاز يا روح قلب، شطور. يامن، يلا يا يامن، بعد قراءة النشيد أكمل، دع الشاعر إلى التحلي ببعض القيم مثل إيه يا يامن؟ إيه؟ دع الشاعر إلى التحلي ببعض القيم، القيم اللي هي الأخلاق، ها، زي إيه بقى؟ ينفع أشوف النشيد تاني؟ ما هو النشيد فوق أهو، اللي شام كونته ده، اللي كملته شام. يا كوكب الأرض الذي يؤوينا، ارفع شعار للسلام فإنه. ايوه، دي مش مترتبه. مش مهم مترتبه او مش مترتبه، بص الكلمات دي بتدعو الى ايه.
ركز فيها، في كلمة هنا أنت لسه قارئها. شعارا. أيوة، بعد الشعارا إيه؟ يثري. بعد الشعار إيه؟ للسلام. أيوة، أول قيمة اللي هي أول حاجة لازم كلنا نتحلى بيها هي السلام. وإيه تاني؟ للسلام وال هو أكيد يعني يا يامن لو في سلام هيبقى فيه إيه؟ هيبقى فيه كر؟ لا، هيبقى فيه إيه؟ عكس الكره إيه؟ الحب. برافو عليك، هيبقى هو بيدعو إلى السلام والحب، بس كده بسيطة جدا. أيوة أنا حافظ. شطور، برافو عليك. طيب يلا يا ما شاء الله أنا مش ملاحقة. طيب صلاح أنت معايا يا صلاح؟ يلا يا صلاح. ذكر الشاعر ما يميز كوكب الأرض، إيه هو اللي بيميز كوكب الأرض في النشيد؟ يا مس أنا ما جاوبتش غير مرة واحدة. ماشي هتجاوبي تاني، هاتي متقلقيش، واحنا قلنا قبل كده كلنا ما نقلقش. يلا يا صلاح افتح الصوت. السلام عليكم يا بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صلاح عارف؟ صلاح انت قافل الصوت ولا انا مش سامعه ولا عارفه انت بتقول ايه؟ ايه اللي بيميز كوكب الارض؟ طب اللي عارف الإجابة يرفع إيديه. إن شاء الله كل دول عارفين. يلا يا آدم، إيه اللي بيميز كوكب الأرض يا دودو؟ الناس اللي عايشة. أيوة، الناس اللي عايشة دي بقى عملت إيه؟ عملت عمارات وعملت بلاد وتكنولوجيا وحاجات كتير. ايوه، بص اخر 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 بيت كده بيقول ايه، اقراه كده. تناولت العالم. في تنوع. تنوع كوكب الارض في اللي بيميزه التنوع. تنوع إيه من اي حاجه. ايوه، التنوع من اي حاجه. برافو عليك. اللغات، العادات والتقاليد، الاكل، اي حاجه. برافو عليك. اللبس، اي حاجه يعني مثلا شطور. يبقى اللي بيميز كوكب الارض يا شطار هو التنوع. ما اسم النشيد يا اياد حبيبي؟ وحشتيني اياد. ما اسم النشيد تعرفوا؟ اتكلم عن ايه النشيد ده يا اياد؟ على كوكب الارض. يبقى النشيد اسمه ايه؟ صوت عالي. نشيد الارض. نشيد الارض. سمعنا. نعم. مكتوب فوق خالص نشيد الارض. طيب محمد وفارس في اتنين كده جنب بعض التوأم، معنى كلمة يؤوينا يعني ايه؟ يؤوينا اي واحد فيكم؟ ها يحمينا. يحمينا. هو مين بيجاوب غير اللي انا بقول عليه اسمه؟ معلش يحبيرة. محمد وفارس بس، مين اللي جاوب؟ محمد ولا فارس؟ مالك يا مالك. طب اللي ما جاوبش فيكم يجاوب. معنى كلمة عز. بس كله يجاوب. لا أنا ما قلتش كله يجاوب، اللي يسمع اسمه بس حبايبي يفتح الصوت بس، اللي هلاقيه بيجاوب من غير ما أنا أقول اسمه هقفل الصوت. يا محمد وفارس اللي فيكم ما جاوبش يقول لي معنى كلمة عز، يعني ايه عز؟
مس طب انا ماجد، بقول لك برافو عليك ماجد، ما جاوبتش يا مس، شطور. يا مس طب انا بقول لك ما جاوبتش. طب معنى كلمة شعار مين؟ افتح، عايز تجاوب يا مالك يبقى افتح الكاميرا اشوفك عشان تجاوب. معنى كلمة شعار الايباد، مين اسم، مين داخل باسم ايباد؟ وشام اسمك ايه؟ مش اسمي عباد. عمر. طب يلا يا عمر قولي يا عمر معنى شعار ايه؟ علامة. شعار علامة أو عبارة، هو عبارة مش علامة، عبارة. عبارة. شعار يعني عبارة. برافو عليك، ممتاز جدا. مريم افتحي الكاميرا يا مريم. مروان مفرد كوكب، يلا يا مروان. أنا فاتحة الكاميرا بس أنا مش عارفة هي صوتها كده ليه، والله مفرد مش حاطة كوكب. أي حاجة. ها مفرد ايه؟ مش مفرد كواكب، كوكب. هي دي كواكب مش هو كاتبها؟ ماشي انا يا مس مش كوكب. حاطه عليها حاجه بس هي انا مش عارفه هي صوتها كده ليه. ماشي يا طب مريم، بس انا يا مس، كنت انا كنت بقول لمريم مريم ولاء مش مريم محمود. يا مريم طب ما انا يا مس الشاشه بتاعتي ظاهره. جوهرية مفرد الأرض، الأراضي مفرد الأراضي، أرض. الأرض. ماشي. فيصل جمع عقل، عقول. ممتاز يا حبيبي شطور، عقول. طب أيدي مالك، يلا يا مالك. أيدي جمع أيدي، أيادي. أحسنت شطور، أيادي. ممتاز أنا مش جدا. جاوبت. طيب اللي بعده بقى شطار، الأساليب. إيه أهم الأساليب كلها؟ كلها طبعا مهمة بس أنا عايزاكم تركزوا. مين؟ نورة، نور أحمد. نفتح الكاميرا. صلاح وفيصل. سندس نفتح الكاميرا يا حبايبي. طيب احنا هنا يا آسر بيقول ضع خط تحت الحرف غير الصحيح إملائيا مع كتابة التصويب. يا آسر عندي جملة هنا، أحب ركوب الخطار مع جدي. فين الكلمات اللي فيها خطأ إملائيا؟ القطار. القطار بس. بالركوب. ها كوكو ركوب. ركوب. طب قولي الصح فيهم بقى. القطار ان هي تبقى تاء والركوب تبقى كاف. لا ركز تاني، انت قلت لي القطار كاف وهي مكتوبه كاف اصلا، ايه الصح ليها؟ ركوب ايه الصح ليها؟ قطار تاء. لا بص، ركوب بالكاف زي ما انت قلت. قطار قطار كي 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 كي. القطار القطار تبقى قاف. ايوه بالقاف. برافو عليك شطور. احنا عندنا مريم، مريم ابراهيم اهلا وسهلا، السلام عليكم. وهبه صلاح نفتح الكاميرا. طيب رتب الجمل اللي تبدأ بأداة استفهام. مين حابب يرتب؟ تعالي كده نشوف كده مين اللي رفع ايديه. ميرنا، يلا يا ميرنا رتبي. صديقك ستقابل متى؟ علامة استفهام. متى ستقابل صديقة؟ متى ستقابل صديقك؟ هعمل ايه بقى في الآخر؟ علامة استفهام. علامة استفهام شطور.
ماسكة طيب تحتيها سنقابل يا مصر. ذات القابل. جويرية، قرأت الجديدة القصة هل؟ يلا يا جويرية. تمام يا مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل قرأت قصة جديدة علامة الاستفهام يا مصر؟ برافو عليكي. هل قرأت القصة الجديدة؟ هل قرأت القصة الجديدة؟ ونحط في النهاية علامة استفهام. طب اختر أداة استفهام. لماذا؟ لماذا؟ كيف؟ أين؟ تسكن في القاهرة. يلا يا آدم، هحط إيه هنا يا آدم من أدوات الاستفهام؟ هقول لماذا تسكن في الاستفهام ولا كيف تسكن ولا أين تسكن؟ أين. ممتاز. أين، لأن الإجابة أساساً هو بيسأل عن مكان، وهي أين أداة استفهام للمكان. ممتاز جداً. طيب يلا يا عمر. عمر حبيبي، ترك الباب مفتوحا. قولي يا عمر، هقول أين ولا كم ولا من؟ من. برافو عليك. هو بيسأل عن شخص عاقل، فهسأل بمن. مستر أنا عايزة أجاوب. محمد عادل. محمد السلام عليكم. عندهم أطفال. محمد عادل. نعم. طالبا في الفصل، هقول متى ولا كم ولا هل؟ افتح الكاميرا. هقول متى طالبا في الفصل ولا كم طالبا في الفصل ولا هل طالبا في الفصل؟ كم طالبا في الفصل. برافو عليك، كم طالبا في الفصل. ممتاز. طيب صلاح، قول لي يا صلاح حالك اليوم، هقول لي ماذا ولا كيف ولا أين؟ ها يا صلاح، بيسأل عن الحال. هقول لي ماذا حالك اليوم ولا أين حالك اليوم ولا كيف حالك اليوم؟ يا رجالة عندنا كم؟ صلاح. صلاح سامعني؟ مبلغ. قولي يا حبيبي، هقولي ماذا حالك اليوم ولا كيف حالك اليوم ولا أين حالك اليوم؟ كيف حالك اليوم. برافو عليك، كيف. شطور جدا، ممتاز. مين؟ أنا ما جاوبت. وأنا اللي بعده يا شطار. مسرح المدرسة، أقامت مدرستنا حفلاً كبيراً بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر، وكان احتفالاً عظيماً، إذ بدأت مراسم الاحتفال بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن روعة لغتنا العربية. اقرأ ثم أجب، ما هو تاريخ اليوم الذي أقامت فيه المدرسة الحفل؟ نختار. أبلة معلش، أنت بتقولي صلاح وما هو اسمه صالح وما يرد عليك. هو مكتوب صالح. صالح. بس هو مكتوب صلاح عشان كده أنا قلت صالح. إيه ماشي. لا هو اسمه صالح. ماشي يا صالح، بنعتذر يا صلوح. مشكورة حبيبتي، يعطيك العافية. جزاك الله خير. طب عندنا في حد اسمه نور أحمد، نفتح الكاميرا يا نور أحمد. نور أحمد. لجين حبيبتي، ما هو تاريخ اليوم الذي أقامت فيه المدرسة الحفل؟ افتح الصوت كده وقولي لي إيه هو، إيه هي الإجابة. الإجابة من داخل القطعة يا لجين. في 18 ديسمبر. برافو عليكي، 18 ديسمبر هو اليوم العالمي للغة العربية أصلاً، 18 ديسمبر. ممتاز، برافو عليك. طب نور أحمد، أنت اسمك نور؟ أنا نور.
لا، اسمي نور الدين. طب يلا يا نور، بما بدأت مراسم الاحتفال؟ شطور، لأن الإجابة بداخل القطع، نركز واحنا بنقرأ. اللافين الكاميرا، افتحوا الكاميرا. كتابة لافت آدم، بتعمل إيه يا آدم؟ بما سبق. أيوه، ها، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، بدأت المراسم بإيه؟ بمناسبة، بص اقرأ من أول هنا. بكتابة اللافتات. أيوه، بكتابة لافتات. شطور يا روح قلبي. بكتابة لافتات وعبارات تتحدث عن لغتنا. كتابة مش انا عايزه اجاوب. تتحدث عن لغتنا. بس انا ما جاوبتش خالص. ولا انا مس، انا ولا انا. حبايبي بعد اذنكم محدش يفتح الصوت، ممنوع فتح الصوت بدون انا ما اختار حد. لو سمحتوا مفيش حد ما جاوبش، الكل جاوب الحمد لله، حتى اللي فيه جاوب مره وفيه جاوب اكتر من مره. معنى سلك، يلا يا مريم ابراهيم، معنى سلك يعني ايه؟ اختاره. معنى سلك يعني اختاره. ها، ركزي، يعني ايه سلكة؟ بصراحة مش عارفة يا مس. طب مين حبايبي اللي عارف يرفع ايديه من غير ما يفتح الصوت؟ اللي عارف معنى كلمة سلكة؟ يلا يا مريم ولاء، يعني ايه سلكة؟ مريم ولاء، سلكة سارة. أيوة سارة. إيه؟ طب معنى كلمة التراث؟ معنى كلمة التراث يا لوكا. لوكا ماشي. يلا يا حبيبي، ما تركه. أنا عايزة أسمع لوكا بس. هيا لوكا، قلتي يعني ايه تراث؟ ما تركه الأجداد. برافو عليكي، ما تركه الأجداد. شكرا. طب لغات، يلا يا يامن، مفرد لغات. يامن، لغة. لغة. أريج، مفرد لافتات. لافتة. لافتة، ماشي. مضاد روعة يا محمد. يس يس. محمد عادل، محمد عادل، مضاد روعة. مضاد روعة. علي صوتك. روعة يعني جميلة، يبقى مضادها ايه؟ مش في القطعة، مش في القطعة. مضاد كلمة قبيحة ايه يا محمد؟ معلش، روعة مضادها قبيح. قبيح هو، أنا حلتها.
طيب شام مضاد عامة خاصة. خاصة. مريم محمود استخرجي من القطع اسم يا مريم. سرعة. سام. قلتي ايه؟ سامن. سامي؟ لا يا مس. العربية. العربية. تمام حلو قوي. ممتاز. العربية. مروان عايز كلمة بيها لام شمسية. لام شمسية مروان. سرعة. ثانية مس. الثامن. الايه؟ الثامنة. الثامن. الثامن. برافو عليك. الثامن. لام شمسية. طيب جويرية افتحي الكاميرا. جويرية ايه تاء مربوطة؟ عايزة كلمة بآخرها تاء مربوطة يا جويرية. ثانية بالمناسبة. بمناسبة. ممتاز. عفوا يا مس أول السطر. بمناسبة. ماشي ممتاز. طب عمر جملة فعلية يا عمر. بكتابة لافتات وعبارات تتحدث؟ لا بكتابة أولا ده جر ومجرور. والباء دي حرف جر والكتابة ده اسم مجرور يعني نوعها اسم ليست جملة فعلية. جملة فعلية يبقى لازم الجملة تبدأ بفعل. بس أكيد فعل ماضي ولا أي فعل سواء ماضي مضارع. بص على بحث ان انا اجيب مضارع. اقامت مدرستنا حفلا كبيرا. اقامت فعليا. اقامت مدرستنا حفلا كبيرا بمناسبه اليوم العالمي. كل دي جمله فعليه. ولا انها ليه سميت بجمله فعليه لانها تبدا بفعل. حلو جدا. تعالوا نشوف اللي بعد. مريم محمد ان ثقافات الشعوب ان الاطلاع على ثقافات الاخرين يكسبنا خبرات متنوعه ويحقق تواصلا ناجحا معهم من اجل تحقيق السلام والتقدم والرقي. يلا يا مريم اكمل. يتكون العالم من ها مريم محمد.